كشف نائب رئيس الحكومة الروسية لشؤون الصناعة العسكرية يوري بوريسوف أن الجزائر كانت أول دولة تحصل على نظام S-400 عام 2015 ودفعت به في عدة مناورات عسكرية منذ سنة 2018. ولدى الجزائر مسبقا نظام S-300 كما حصلت الجزائر عام 2018 على منظومة الصيانة الكاملة الخاصة بصواريخ هذه المنظومة بشكل باتت معها قوات الدفاع الجوي الجزائري قادرة على تسيير منظومة صواريخها بشكل مستقل. أيضا واضح أنه ثم اتجاه لشراء صواريخ S-500، تذكر S-400 أول ما دخلت للجيش الوطني الشعب الجزائري سنوات طويلة، حتى اليوم أردوغان يجري حتى يأخذها ودول أخرى تحاول تشتري S-400 وثم حتى ما زال يشتري في S-300. وأكد بوريسوف أيضا أن الجزائر ستكون أول دولة عربية ستحصل على أنظمة الدفاع الجوي S-500 بروميثيوس الروسية، والتي تنتمي إلى جيل جديد من منظومات صواريخ الدفاع الجوي خاصة بعد دخولها الخدمة في الجيش الروسي. S-500 دخل في الخدمة في حرب أوكرانيا الروسية، والجيش الوطني الشعب الجزائري تأكد أنه يريد أن يشتريه. ووفقا لتقرير صادر عن وكالة تأس، فإن روسيا تمكنت من تطوير نظام S-500 ليكون قادرا على تدمير الأقمار الصناعية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. الآن جول الخبر وتفاصيله أيضا نحل. طبعا الخبر أوردته وكالة الأنباء الفرنسية اللي هي وكالة عالمية معروفة، يقول زادت الجزائر إحدى القوى العسكرية الرئيسية في إفريقيا ميزانية الدفاعية لعام 2023، وإحنا للسنة القادمة إن شاء الله نكون حيين بخير، بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الجاري، تصل إلى أكثر من 22 مليار دولار بحسب مشروع قانون المالية الذي أقره مجلس النواب يوم الثلاثاء. نوعية التسلح هذه الميزانيات هي مرصودة ضد الناتو والكيان الصهيوني وليست ضد المغرب، لأن فرانس بريس تتجاهل الناتو. علاش الجزائر تسلح ضد الناتو؟ يخاف ما يحكوش على هذا، يحبوا شبكوا، يحبوا يقولوا ضد المغرب. هاي تقول برقيت وكالتنباء فرنسية، وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة على الانفاق العسكري في سياق توترات شديدة بين الجزائر والمغرب بعد انقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021. تنسوش الجزائر الآن ستنضم رسميا إلى منظمة البريكس، وهذا يزعج الناتو والغرب إلى آخره. فحتى تجنب المفاجآت لابد من التسلح، لابد من تطوير القدرات العسكرية لأي بلد. إذا أعجبك محتوانا لا تنسى الاشتراك في قناة DDS الإخبارية الوثائقية وفعل زر الجرس ليصلك جديدنا.